أهلا بكم جميعا، وهذا الموضوع الرائع جدا هو الربح عبر الإنترنت عبر موقع يوجوف. والموقع هو عبارة عن استطلاع رأي فقط لا غير، وفكرته هو أنك تسجل وتدعي أصدقائك للتسجيل أيضا عبر رابط، سوف نرى كل هذا داخل الموضوع. ويوجد استطلاع رأي لك كل يوم أو يومين حسب الموقع، كل استطلاع يكون 50 50 نقطة أو ربما أكثر. وعندما تمتلك 5000 نقطة في هذه الحالة يمكنك أن تحوز على $50، وهذا شيء جميل جدا. تعال نعرف إزاي نسجل في الموقع ده يا شباب. الموقع ده سهل جدا إنك تتعامل معاه باللغة العربية أو بالإنجليزية. هنضغط هنا للتسجيل، هيفتح لي الصفحة بتاعة الموقع باللغة العربية. إن كانت الصفحة باللغة الإنجليزية فيمكن الضغط على هذه الأيقونة واختار اللغة العربية. جميل جدا، انضم ليوجوف أو ممكن تنزل تحت شوية هتلاقي سجل باستخدام عنوان البريد الإلكتروني، وهو إنك تضع الإيميل البريد الإلكتروني الخاص بك هنا والباسورد الخاص بك هنا وتدوس سجل، وتسجل عن طريق البريد الإلكتروني. هيجيلك رسالة على البريد الإلكتروني تضغط عليها وتقوم بالتفعيل، أو يمكنك مباشرة التسجيل عبر الفيسبوك كونكت، وده أسهل طريقة للتسجيل عبر الموقع. اضغط هنا فيسبوك كونكت، الموقع أكنه تطبيق بالظبط يعني، بتدوس سماح للتطبيق عبر الفيسبوك، وعندما تقوم بسماح التطبيق عبر الفيسبوك يبقى أنت كده سجلت بالموقع بدون أي مشاكل. أول ما بتسجل في الموقع بيجيلك طبعا 0 نقطة، فبتدوس على الاستطلاعات المتوفرة، وبيجي لك استطلاع هنا في هذه الخانة، بتدوس عليه كليك شمال، تدوس على الاستطلاعات اللي تحب تعملها وتكتب الاستطلاع بتاعك، هيظهر مباشرة 50 نقطة في آخر الاستطلاع بعد ما تقوم به. جميل جدا، عملت استطلاع 50 نقطة، أو ما أعمل 5000 نقطة يجي لي $50 عبر موقع ويسترن يونيون، والكود بستلمه من موقع يوجوف. وفكرة الموقع هو أن أدعى أصدقائك عبر حساب يوجوف الخاص بي، أخبر صديق، وعندما أخبر صديق برابط الخاص بي، عندما يسجل صديقي في الموقع ده استلم انا 250 نقطة اول ما صاحبي يعمل 5 استطلاعات وهكذا. وبالطريقة دي ممكن نكسب فلوس كتير جدا 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 بسهولة بدون اي تعب، لان هو زي ما قلت لحضرتكم هو استطلاع رأي لا غير. بختار الرابط ده، الرابط بتاعي، ودي لاصدقائي يسجلوا عن طريقي، وكل الناس تربح في نفس الوقت. ده بالنسبة للتسجيل في الموقع، بالنسبة هو الموقع يوكوف وازاي نربح منه. تمام، نيجي بقى لاثباتات الدفع، وهنا يوجد اثباتات دفع حقيقية من موقع يوكوف. لو بصينا على الصفحة دي او على هذه الورقة ويسترن يونيون، وادي يوجوف اللي هو اسم الموقع يوجوف، وده اثباتات الدفع، ودفع طبعا $471. وفي اثباتات دفع تانية كتيرة. الام تي ام ام تي سي ان ده الكود اللي انت بتستلم بيه الفلوس. ملحوظة جدا ان الكود ده مهم جدا، هو اسمه ام تي سي ان، بتستلم عبره الفلوس. اسمك والكود بيجي لك عبر الايميل الخاص بك اللي هو ايميل الياهو طبعا انت سجلت بيه، او الفيسبوك. طبعا لما بتسجل عبر الفيسبوك انت برضه بتسجل عن طريق الايميل الياهو، فكده كده هيجي لك رساله على ايميل الياهو بالكود اللي تستلم بيه الفلوس. وبهذا قد اوفينا شرح التسجيل في الموقع وازاي نستثمر منه وازاي نفيد الناس كلها بكل بساطه وكل سهوله. لو كان عندك اي استفسار او اي راي او اي تجربه أو أي مشكلة حابب توضحها أو حابب تستفسر عنها أو أي سؤال، ممكن تضع هذا الكلام أسفل الفيديو أو تضع كومنت على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.